ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة باش غنسولوا المواطنين على الغياب المتكرر ديال المعلمين والمعلمات، واش غيأثر على الامتحانات ديال التلاميذ والتلميذات، وتعرفوا أشنو قالوا لنا المواطنين. أجيو معايا. أنهم يلا في بداية السنة الدراسية ما قراوش بزاف، وحقيقة غادي يأثر عليهم بزاف، وسيما الإخوان ديالهم الآخرين اللي في الخصوصي راه غادي بواحد الوتيره مزيانه. وكنتمنوا على ان الحكومه تسارع في حل هذا المشكل، لانه راه بسال بزاف صراحه، طول. وهذا الشيء اللي يمكن لي ما نقولش. وحقيقه حيت هذا القانون الجديد اللي داروه حقيقه مجحف بزاف في حق الاسره التربويه، ولا بقاو غاديين بحال هكا ديال هاد جر الحبل راه ما غاديش ينتهي الامر. كنتمنى السي بن موسى انه يسارع في حل هذا المشكل، والمعلمين والاساتذه وبصفه عامه الاسره التربويه راه مضروره تا هما مساكن. راه غادي تمشي عند الدراري، غتمشي عندهم سنه بيضاء، لانه ما ملي بدا العام وحنا كنشوفوا اضرابات، وكنشوفوا ان الاساتذه كاينين متعاقدين، وكاينين الاساتذه اللي مع يعني اللي ما كاين المتعاقدين وكاينين الاخرين، يعني انواع ديال اللي خاصه المتعاقدين لانهم ساكن حتى هما مضرورين صراحه، لانهم بالنسبه لهم هما قراو وتعذبوا وتكرفسوا، والسالير ديالهم كيفوت 5000 درهم صراحه، لانهم حتى هما خصهم يتزادوا في السالير، وخصهم حتى هما يعني فهمتي الوزاره المكلفه بهذا الشيء خصها تشوف في هذا الموضوع. يعني لا صراحه موضوع فات حد، راه من تقريبا شي 5 سنين ولا ما عرف تقريبا 3 سنين وحنا كنسمعوا هذا الشيء، وهذا الشيء غادي كيتكرر وكيتزاد. يعني ماشي هو هذا الشيء كامل ماشي في صالح التلميذ هو اللي كيعاني من هذا الشيء كامل. اخص التلميذ اخص يتعاود النظر في هذا الشيء. هذا الرساله ديالي خويا كنوجهها لشكيب بن موسى، كنبغي نوجه ليه رساله خاصه، خصو يجلس مع الناس ويدير الحل لهاد الناس هادو اللي كيضيعوا بالاخص التلاميذ. فعلا غادي اثر على الاخ بالنسبه لبزاف ديال الحوايج. علاش؟ كاين بحال الا تقول يلاه بداو، انا خصوصا بان كنسكن هنايا ومجاور ديالي واحد المدرسه، سولت شي الاباء ديالهم ولا مواد لهم في الصباح، قال لك شتي كون كنا عرفنا حنا هاد الشيء غيوقع كاين اللي تكلف وتسلف باش شري دوك الادوات، وكاينين قال لك شي كتوبه باقي ما داروش فيهم السطر واحد ما كاينش، وقال لك يكون كنا عارفين غيوقع هذا الشيء، وقال لك الامتحان قريبه وقدر المصير ديال هذا الشيء ما غيساليش. حيت قال لك كانوا قالوا لهم كيهضروا على مشكل ديال اليوم هما، ولا كيقول لهم اقتطاعات يقدر هذا الشيء غيتطور، يقدر غادي تمشي لهم سنه بيضاء هكاك على هذا الشيء، زعما ما عنده نهايه وما كاين معامل يتحاوروا، ما كاين بزاف ديال وفيهم ني شي اساتذه كنعرفهم سولتهم في الصباح، قلت لهم مضرار الناس راه عندنا الاولاد عندنا عائله عندهم هذا، راه زعما راه ملوا من هذا الشيء. قال لك ما كاينش معامل نهضروا، ما كاين معامل نتحاوروا، خلي قال لك ديك المثل اللي كيقول لك قال لك خلي داك الجمر راكد وصافي. هذا الشيء مأثر بزاف على التلميذ المغربي، وفتيو بزاف كاع فتي كيقراو في ديك المدارس العموميه فتي مأثرين بزاف. انا عندي واحد الخوادر صغاور ما شي 3 سيمانات هو فهمتيني هو باركه في الدار وداك الشيء. المهم دابا الوالده فتي دات لي الملف فتي مدرسه فتي خصوصيه فتي باش يقرا، فتي حطات عليه فتي زباب الفلوس فتي باش يقرا، وكنطالبوا من الوزير فهمتيني برك مع المعلمين فهمتيني يدير شي حل، راه فهمتي غيضيعوا الدراري دول في المدارس العموميه. هذه ديال التلميذ دابا هو اللي كيضحي ديال هادشي. ونوجه لبن موسى هذا وزير التعليم عليك، شوف واش غيدير معاهم شي حقوق ديالهم، ويدير معاهم شي شروط ديالهم، ويريحوا في الطبله، شوف واش غيديروا. وراه الضحيه هو الدري دابا، الدري اللي بغى يولي نحارف ولا مجرم دابا ولا الى اخره. حنا بغينا تكون سنة بيضاء، كانت سنة بيضاء هي الانحراف هو هذا. النص المغرب غينحارف دابا فهمتي؟ كانت سنة بيضاء غينحارف دابا بلا ما يولي يخرج يتشنكر ويولي يخرج يقلب على شي مصيبة ولا واقفين في الدروبة تماك بحال أقول لهم كيبقى فينا الدراري الصغار صاحبي دابا ملي يبقى خارج في الدربات كيشوف واحد الدري في الحي ديالو كيبيع الحشيش وداك الشيء تا هو يبقى يدرب بيبي مين بقى يتبع يكبر على الإجرام فهمتي؟ شوفوا شي حل، حل هو يريحوه يديروا يريحوا بعضياتهم يديروا شي حل فهمتي، الاستاذ ما يضيعوش الدري تا هو يقرا فهمتي. اشوف هذا السي بن موسى فهمتي راه قضيه رحمات.